تحدث أيضا أو طالب أيضا البرهان يوم أمس بتوسيع المشاركة السياسية مع إقصاء المؤتمر الوطني. ماذا يقصد بالضبط من توسيع المشاركة السياسية؟ مع من يقصد وهو يتحدث عن؟ بس لو سمحت لي، هو أساسا باختصار هو الحاضنة الأساسية له هم في لولا النظام وبغير النظام السابق، لأنه لم يحصل فطام بينه وبين النظام السابق. أنا أرجع للنقطة تحت زلالة التمكين. الكلام عن أنه تعمل بحيادية وأهداف سياسية هذا كله كلام باطل، كلام غير حقيقي. في لجنة الاستئناف مكونة، ورئيس اللجنة هي عضو معاه في مجلس السيادة الرجاء نيكولا، ومحاولات زر الرماد في العيون عن أنه الناس ما تنظر لهدفك الحقيقي دي ما عادت تنطلي لا على الرأي العام العالمي ولا على جماهير شعبنا الواعية دي. فيبقى أنه أنت عايز تعطل هذه اللجنة حتى تستعيد للصوص الذين نهبوا أموال الشعب ما نهبوه، طيب وتوفر لهم حماية قانونية. دي المادة 15. المادة 16، المادة 16 تتعلق باللجنة اللي تكلم عنها باشمهندس عبد الرحيم، اللي هي مادة 16 الفقرة ألف، اللي هي تتعلق ب اللجنة تفضل الاعتصام في القيادة العامة، ودي جريمة كبيرة، جريمة لا تشبه أخلاق وقيم الشعب السوداني ولا يندي لها جبين الإنسانية خجلا. هذه الجريمة كل الناس وكل المؤشرات وكل الدلائل وكل الفيديوهات المصورة تعرف إلى أين ترمي. يبقى إنه محاولة تجميد اللجنة هو محاولة فك حبل المشنقة عن المجرمين الحقيقيين، لكن تناسى أنه للتاريخ لسان، وأنه العقاب سيأتي عاجلا أم آجلا لكل من أجرم.